هاي جايز، انا احمد. النهارده جايب فيديو جديد هتكلم فيه عن ثلاث انواع للسماعات، اللي هي الهيدسيت والسماعه اللي بسلك والسماعه الايربودز. ايه الاختلافات منهم وليه تختار دي؟ يعني الميزات في دي والعيوب في دي. وقبل ما نبدا الفيديو تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وشغل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو. اول ميزه في السماعه اللي بسلك اللي هي مش محتاجه ان انت تشحنها في اي وقت انت محتاجها، تتلاقي واقفة جنبك وبتساعدك وهتريح نفسك جامد من صداع الشحن. التأخير في الاستجابة اكتر حاجة ملحوظة في سماعات البلوتوث، اللي هي بيبقى فيه تأخير شوية من اللي انت اما تشغل الفيديو او تعلي الصوت او توطي الصوت بيبقى فيه تأخير شوية. في السماعة اللي بسلك يعتبر مفيش ثواني، ما مش بتحس بيها اصلا. تالت حاجة وهي تعتبر مشكلة شوية، وهي اللي انت محدود شوية بالحركة، اللي انت مش هتقدر تتحرك قوي لان انت مربوط سلك بتاع السماعة والتليفون او بالسلك والكمبيوتر، فما تقدرش تتحرك. ومشكلة دايما اللي مثلا السلك اتقطع يحصل حاجة للسلك. بعد كده سماعة الهيدسيت بس البلوتوث. اكبر ميزة فيها الهيدسيت عن الايربودز اللي السماعة بتكون حجمها اكبر. هي بالنسبة اللي هي حجمها اكبر ده ميزة وعيب. اول ميزة اللي هو بيخلي المصممين يقدروا يحطوا بطارية اكبر وسعة اكبر، فالسماعة تقدر تقعد مدة اكبر. فاول نقطة سماعة الهيدسيت افضل في موضوع البطارية، اللي هي تدي لك مدة اكبر بكتير من الايربودز. عشان نكون منصفين، الايربودز لسه تعتبر جديدة بالنسبة للهيدسيت فما ينفعش نظلمها. وكمان في تطور جامد بيحصل في الايربودز وبيخلي السماعات تبقى افضل وكفاءتها اعلى وتقدم جودة احسن بكتير بالنسبة للبطارية وبالنسبة كمان للصوت. تاني حاجة وهي حرية الحركة، لانها بلوتوث فممكن تسيب التليفون او الكمبيوتر في اي حتة وتعمل اي حاجة تانية في اي حتة تانية، في اوضة تانية، في اي حاجة. فدي ميزة حلوة، بس بتبقى المشكلة بس اللي بتكون وزنها اتقل شوية من الايربودز. تالت حاجة بصوا هي عيب وميزة. يعني في مثلا اللي هي بتبقى اوفر هيد او اللي هي بتغطي ودانك كلها، دي اول ميزه فيها اللي انت بتعمل نويز كانسليشن طبيعي. وكمان لما يكون في اصلا امكانيه النويز كانسليشن بتكون تزود لك كمان كفاءه من بتاعه النويز كانسليشن، فبتبقى ميزه. عيبها بقى اللي انت يعني اما تبقى ماسك لابس السماعه فتره كبيره انك مفيش اي تهويه، بتخلي ودانك تعرق تسخن وتحمر. أربعة ميزة جميلة جدا اللي انت ممكن تقدر تركب لها سلك، فبتبقى ميزة حلوة اللي انت لو انت مثلا بطارية السماعة ما فيهاش اي شحن تقدر تركب مثلا 3.5 وتشغل السماعة مثلا على طول بالسلك. بيبقى الموضوع ده افضل بكتير، يعني اللي هو بتبقى كأنك معاك سماعتين، واحدة بلوتوث وواحدة بسلك. بعدها هنيجي لأكتر حاجة الوقت منتشرة وهي الايربودز. بصوا هي بالنسبه للايربودز فهي انا شايف اللي هي المستقبل، وهي اللي هيبقى يعني معظم الشركات، كل الشركات مش معظم، هي كل الشركات دلوقتي بتحاول تطور وتعمل حاجات ايربودز للشركه بتاعتها. لان الايربودز ممكن ميزتها حجمها صغير جدا، تقدر تحطها في اي حته، خفيفه، كل يوم عن التاني البطارية بتاعتها بتتطور وبتبقى افضل من الاول، افضل من الهيدسيت اللي هو كحجم صغيرة. وكمان كاللي هي ما بتغطيش ودنك كلها فما بتخليهاش تعرق وكده، ف يعني بتهوي ودانك بتبقى حلوة يعني، وبتكون خفيفة ما بتحسيش بيها وهي مثلا محطوطة على ودانك وكده، عكس الهيدسيت اللي بتبقى ضخمة شوية. ديت هي تعتبر ميزة وعيب. اول ميزة اللي انت مش هتوجع دماغك في موضوع السلك واللي هو السلك يتقطع او اي حاجة من دي. بس المشكلة اللي انت مهيز زي الهيدسيت فيها ميزة اللي انت تحط تركب سلك، فلو البطارية خلصت خلاص البطارية خلصت بس هي ممكن الميزة في الايربودز اللي هي بتديلك سماعتين والكفر، فالحلو اللي هو مثلا لو سماعة فضت تحطها في الكفر تشحن وتشتغل بالسماعة التانية، بعدها تشيل التانية تحطها وتطلع الأوانية. يعني ممكن يعني ميزة شوية. بصوا في الآخر وفي الأول كل واحدة بتتميز في حاجة، وفي كل واحدة عيوب عن التانية، بس في الآخر وفي الأول اللي يحدد دي أفضل أو دي هو أنت.
واللي حدد اللي انت تعمل لي لايك واشتراك في القناة وشغل الجرس هو برضو انت. سلام.